إنها أكثر اللحظات إثارة هذه التي تجمع نجوم السينما العالمية والفن في هوليوود، إلى جانب التنافس للحصول على جوائز الأوسكار، هي أيضا لحظات للموسيقى وللرقص والغناء. الذكرى 50 لجيمس بوند جاءت في الوقت المناسب، فقد حازت أول أغنية من فيلم بوند على الأوسكار، وها هي تؤديها أديل في حفل توزيع الجوائز. شكرا لكم سوني بيكتشرز ام جي ام بول إبورث على تشجيعكم، وزوجي الغالي أحبك. أنغ لي فاز بجائزة أحسن مدير إنتاج عن فيلم لايف أوف باي. شكرا للأكاديمية. دانيال داي لويس فاز بجائزة أحسن ممثل، وهو الوحيد الذي يفوز بالأوسكار الذهبي للمرة الثالثة. ثم كانت المفاجأة الأوسكار الذهبي لأحسن تصوير سينمائي. حفل توزيع جوائز الأوسكار كان حدثا مليئا بالإثارة والإبداع، وتكريما لأعمال ستبقى محفورة في الذاكرة.